السلام عليكم. انا غادي نصور لكم واحد الفيديو اللي بين الكورنيش ديال السفيحه وكيسمو حتى الكورنيش الكور من هنا الطريق ديال الساحلي. تابعوا معنا وتشوفوا المناظر اللي فيها ان شاء الله. واحد المنظر زوين على بزاف. الحمد لله راه صوب كل شيء هذا المناظر اللي بزاف كيصوبو زوين. الله يديرو كيسميتو غادي يديرو الصفايا ديال الحسف والبحر ان شاء الله. ان شاء الله غيشربو واحد الماء نقي بزاف. احنا غادي ندورو هاد الركبة هادي ونوريكم المنظر زوين بزاف كلشي خضر. الطريق راه كيخرج الطريق الساحلي وغادي تشوف هاد المناظر اللي كيبانو هنايا. الشميشة كاينة هي مطر دابا. احنا طلعنا دابا احنا خرجنا داك البلاصة وتشوف المناظر اللي كاينين هنا. اشوف شي داير انا العمارة كيسميتو الفيلا هذا تبارك الله. الله يسهل على كل واحد. دارونا باركين بركة ديال السيارات والقضية راه مصاب والحمد لله. راه كيسميتهم اللي مسؤولين راه دارو مجهودهم صراحة دارو أكثر من مجهودهم. جوزهم بخير. هداك هو كيسميتو الجهة أخرى ديال الأجدير. كيفاش كتبان الحمد لله راه القضية مصاوبة مزيان وكلشي خدام. نوريكم من هنايا شتي كيف داير تبارك الله. راه الحمد لله راه كلشي تنقى الحمد لله. ما في بنادم ما يعيب الصراحة. المسؤولين دار واحد المجهول يعني الله يرضى عليهم وصافي. دارو مجهود كبير والفضل كيرجع للملك دينا الله يطولو في عمرو ويخلينا هو اللي دار اكبر مجهود. الحمد لله راه الطرق مصوبين مزيان والضواو مصوبين مزيان. شوف كده من هنا حتى الخروج ديال ابني بوعير صلى الصراحة. الحمد لله كل شيء في تصاوب مزيان. مازال كاين الاشغال الاخرين راه كيتنفذوا دابا.
وما كيما كتشوفها وما كاين حتى واحد. حنا نكملو راه ستي بالكم هذا المنظر هنا كيفاش كيبان. كيفاش كيبان المنظر من هنا قريب الاش ديال دابا حنايا. هاد المنظر زوين بزاف على الفول هنايا. الرومبو هنايا اللي كدي الطريق الساحلي، الطريق الساحلي من هنايا والقبور هنايا. ونخليكم ودعم.